عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، عنوان لقاء اليوم الثقة، الثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم كيف يكتسب الإنسان الثقة عند الناس، وكيف يحسن الظن بالناس؟ لا شك أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه هو الخالق، هو الرازق. إذا حصل شيء للإنسان من أمور القضاء والقدر يسلم الأمر لله. في قضايا التسليم لله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل حكم الله فيما أراد الله سبحانه. ولذلك نحن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة، لأن الله كشف لنا ثلاثة مواقف من كل عجائب الله وما يحصل في الكون. جاء الخضر يعلم نبي الله موسى عليه السلام: لماذا كسرت السفينة؟ ما الحكمة؟ لما يتعطل عندك شيء تذكر هالقصة هذه، لو ما انكسرت ما ظلت لأصحابها، أردت أن أعيبها، لو بقيت في زهوتها أدت الغرض، بعد ما تجاوزوا قطاع الطريق صلحوها ورجعت جديدة. شوف الحكم الإلهية. وحتى سيارتك الجديدة يوم يصيبها شيء يمكن تكون من رزق واحد فقير راح موديلها وانت صاحب موديلها، ما تعرف شو الحكم الإلهية سبحانه. لو أنك كل شغلة تزعل عليها، وليش ضرب الدولاب، وليش خلص زيت، وليش الناس ما تشتغل. الطبيب يجي الصباح من وين رزقه؟ من مرض الناس وآلام المتأوهين. جعل الله رزقه في أوجاع الناس ومرض الناس. فهذه الصناعية اللي تشوفوها هي لحالها مدينة كاملة، لو ما تعطل الدولاب عندك شايف هذا الفقير منين يأكل؟ شايف؟ فلكن الإنسان ما يعرف كل قضايا كيف الله بنى الكون على الأسباب، ما يعرف كل شيء. فالتسليم لله سبحانه وتعالى، التسليم لله سبحانه وتعالى. تظل مريض أسبوع تتعب، تروح آخر شيء على المستشفى، يوم اللي تروح بعد ما يفحصوك ترجع ما فيك شيء، يكون صار وقت الشفاء، كتب الله لك في ذاك اليوم الشفاء، وأنت صابر أيام المرض، كل أيام المرض وأنت تتألم، حتى يقسم الله الرزق للصيدلية وللممرض للآجار المستشفى والمبنى، كلها أرزاق الله جعلها أسباب على العباد. فيجب أن يعيش الإنسان بثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، في التوكل على الله، يأخذ بالأسباب مهما كانت، مهما كانت الأسباب. يعني ماذا فعل أهل الكهف؟ ناموا، واحد نايم 300 سنة والله أمنه من شر وناس يبحثون عنهم ليل ونهار، وراحت الدول وجاءت دول هم ما زالوا نايمين. يوم اللي صحوا من النوم وإذ الناس مأسلمين ومؤمنين بالله، والحال متغير، الدنيا كلها متغيرة، 300 سنة نوم. الطفل الذي مات والخضر أمام عين موسى، موسى يحكم بالشريعة، قاضي، نبي الله موسى قاضي، ما يجوز تقتل. جاء الخضر بأمر الله وأزهق هذا الطفل، فقال له: كيف تقتل هذا البريء وطفل ما هو كبير ولا مسوي شيء؟ قال: الله اطلع على حياة هذا الإنسان وتبين أنه شقي وسيشقي والديه ويكفر أبوه وأمه، سيكون سبب كفر والديه. فالله رزق الوالدين إما ولد بار أو بنت بارة أحسن من هالولد، لكن نحن ما نفهم هالأمور. فأراد الله، ويقال الخضر نبي،
لأنه لو كل واحد يقول لك أنا شفت منام أني أذبحك شو رأيك؟ إذا ما هو نبي مشكلة، كل ما واحد يشوف يعني الأدلة القوية أن الخبر نبي، لأنه كان يعمل أشياء يعني فيها وحي. لا يمكن أن واحد يقول والله أنا خاطر لي اليوم أذبح لي واحد، كيف يقول الله هكذا شرح صدري؟ أنه لا يمكن. فهذا الذي فعله بأمر الله وبوحي من الله. شاهدنا أحبتي الكرام أن الإنسان يثق فيما يعيش في هذه الحياة بالتوكل على الله، بحسن الظن بالله، حتى لو أنه ما كان مصلي وقائم ليل ونهار يؤدي الفرض. يا رب هذا اللي قدرت عليه. جاء أعرابي، يا محمد ماذا أمر ربك؟ قالوا تصلي الخمس، قال والله لا أزيد عليها. قالوا ماذا أيضا؟ قالوا تصوم رمضان، قال والله لا أزيد عليه. وكذا كذا كذا، قال أفلح الأعرابي إن صدق. والله إذا تلقى الله بصلواتك هذه، هذه تكفي وتوفي. لكن نحن يعني عندنا وقت، نكسب الوقت، نطلب محبة الله، نطلب القرب من الله، يمكن يحصل منا خطأ فنكمل هذه الأشياء. هذا معنى أن الإنسان يثق بالله ويحسن الظن بالله أن الله غفور. فإذا جيت يوم القيامة وباقي عليك شيء، قل يا رب كان ظني بك حسن، وسمعت وآمنت بأنك تغفر الذنوب، وأنت الغفار وأنت الغفور. فأنا المذنب، أنا عارف حالي مذنب، ولكن إذا ما غفرت لأمثالي لمن تغفر؟ الصالحين والأنبياء ما يذنبون، هؤلاء المعصومين الأنبياء والملائكة والرسل. فلمن تغفر يا رب؟ أنا أريد اسمك يتحقق فيني. يقول لك غفرت لك. جاء رجل لم يعمل شيئا من الخير، مفلس بالمرة، قال له الله عز وجل هل لك من عمل؟ قال يا رب كما ترى، ما أنا مساوي شيء إلا أني كنت تاجر. يوم اللي كنت في الحياة الدنيا كنت تاجرا، إذا جاني واحد أعطيته بالدين وطولت بالي عليه، هذا اللي عندي. وإذا ما عنده معسر روح الله يسامحك. قالوا أنت أكرم مني، أنت أجود مني، غفرت لك، أدخل كل الجنة أمامك، كنت أفعل هذا الشيء من أجلك. رجل آخر يوم اللي مات في سكرات الموت قال لأولاده ما ترون، أنا مودعكم وميت، والله لأن قدر علي ربي لا يعذبه لأحد، أبوكم هذا مو مسوي خير. فإيش الحل؟ هكذا هو مؤمن، ما هو كافر. من الأمم السابقة، الحديث في صحيح البخاري، هو رجل مسلم مؤمن، ولكن هكذا تصور الموضوع. فالله لم يؤاخذه على فعله، قال أنا إذا متت احرقوني واطحنوني طحن لا تتركوا عظم، ثم انتظروا يوما رائحا، ريح قوية شديدة، واطلعوا بهذا الرماد على رأس جبل وذروني في رأس الجبل. فجمعه الله، وين بدك تروح؟ رماد تراب. قال فوقف بين يدي الله مثل ما كان، قال لما فعلت ذلك يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب. قال غفرت لك. فالإنسان دائما إيش يكون له؟ سر مع الله في إيمانه، يا رب أنا مؤمن، هذا اللي لا تفرط فيه، إيمانك لا تفرط فيه. لو غلطت، لو أخطأت، استغفر، تصلي ركعتين، لا يبقى عليك ذنب بينك وبين الرب. هذا عطاء الله سبحانه، صلاة التوبة عند جمهور أهل العلم، لا تنام إلا تمحي كل ذنوبك، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ما يظل عليك ولا ذنب كرم الله وجوده. فهذا معنى أن الإنسان أحبة الكرام يتوكل على الله. إذا بدأ بهذه الخطوة اشتغل الصدق في قلبه، ما يكذب، اشتغلت الأمانة في حياته، ما يخون الأمانة، حس المسؤولية عند من؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنهما. أبو بكر يقول ينقص الإسلام وأنا حي؟ قالوا يا خليفة رسول الله يعني سخلة ولا واحد ما دفع؟ قال لا، ينقص الإسلام وأنا حي، أنا المسؤول.
فجرد 11 جيشا رضي الله عنه وأرضاه. بعدين سيدنا عمر يقول: ليتني شعر في صدر أبي بكر. هو كان عارف الدين وعارف الإسلام، وإحنا نترجى أنه ما، وإلا كان فرط الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحبتي الكرام، هذا هو معنى أن الإنسان يكون محافظا على إيمانه بالله، وإذا زاد الإيمان في القلب، الصلاة، الصيام، حتى قريش كانوا ينظرون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: ألا تعجبون كيف هذول، شو هالبشر هذول، لما يأسلم والله لو منعهم محمد من الطعام والشراب لامتنعوا. وامتنعوا لما امتنعوا؟ امتنعوا. إذا قالهم لا تأكل من الفجر إلى غروب الشمس ما يأكل. كانوا يقولون: ما هذا الذي يحصل للمسلم؟ لو قال لهم محمد لا تأكلوا ولا تشربوا قالوا: لا نأكل ولا نشرب. بسبب إيش؟ بسبب الإيمان بالله. هذا الذي يفعله الإيمان أحبة الكرام. فبحس الإيمان الرجل يدير باله على أولاده وزوجته وأسرته، ولا يخون الأمانة، ويبقى عنده الإيمان هو الرقيب عليه. خرج عبد الله بن عمر مسافر، شاف راعي راعي غنم ولد، قال له: اسقنا. سقى لبن موجود مسموح، شو نساوي باللبن ونحن في المرعى كثير عندنا؟ قال: لحم؟ قال: لا لا. قال: أنا أذن لي صاحب المال أن أسقي المسافرين، ولكن لم يأذن لي أن كل ما يمر مجموعة مسافرين أجلس أذبح لهم وأشوي لهم، ما يظل شيء عند راعي الغنم. قال: بعنا. قال: لم يأذن لي. قال: بعنا وكل معنا وقل أكلها الذئب. هاي أعطيناك الحل، قل له أكلها الذئب. قال: أين الله؟ فبكى ابن عمر وبدأ طول عمره يقول: أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ رجع اشترى هذا العبد الخادم راعي الغنم، اشتراه واشترى الغنم ورجع لعنده. قالوا: أنت حر، والغنم هذه غنمك، كلمة أعتقت رقبتك في الدنيا اثبت عليها، وأسأل الله أن تعتق رقبتك من النار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.